اهلا وسهلا بحضراتكم اعزائي المشاهدين. خليني ارحب بضيفي وضيف حضراتكم اليوم في ملعب الشاطر، دكتور خالد حموده رئيس اتحاد كره اليد. شرفنا دكتور ومنورنا. اهلا بحضرتك. شرف ليا يا فندم. ربنا يخليك يا فندم. يعني الاول خليني ابدا مع حضرتك بما حدث امس في الكنيسه البطرسيه، وشايف الموضوع ده ازاي؟ هذا كلام انها مصيبه مصريه كبيره. نعم. وكآبة وحزن بيشمل كل فئات الدولة، لكن أعتقد مثل هذه الأمور بتدي جرعة من الأمل والعند على التلاحم مرة تانية. ما فيش حاجة بتكسرنا. ويمكن إحنا في المحن دايما المصريين بيتألفوا مع بعض وبيقوا، وإن شاء الله شأنها شأن كل مصيبة بتعدي، لكن بتضيف إلى الإصرار المصري دعما جديدا. إن شاء الله نحقق اللي احنا بنصبو إليه، وقيادتنا الجديدة بتنشده وبيخططوا لنا ليه، وإن شاء الله الشعب برضو يؤدي دوره في عمليات الإنتاج وكمان مشاركة في الأمن، لأن الأمن محتاج مشاركة الشعب في نفس الوقت، مش عملية نسيبها للسادة الداخلية أو شركات الأمن بس. كرئيس الاتحاد كرة اليد، هل شايف أن من الممكن أن يكون لكرة اليد دور في مثل هذه الأمور أو في التوعية؟ يعني الحقيقة يا فندم أعتقد أن اتحاد كرة اليد من أول يوم استلم من 4 سنين الاتحاد، نعم، وضع استراتيجية أنه هو مشارك بطريقة فعلية قوية في كل أمور البلد، يعني نعم. اساس ان هو مؤسسه اقتصاديه بيدعم السياحه، بيدعم التربيه، بيدعم كل حاجه، ما هياش لعبه كوره وفريقين وصفاره، والا ما كانش يبقى كل هذه الامور والناس اللي عامله رسائل وعامله دراسات في التدريب وفي الاداره الرياضيه والتسويق الرياضي. هي زي ما حضرتك، الرياضه اصبحت صناعه، هي من زمان صناعة، بس أنا الوقت إنها تنقلب إلى تطبيق بقى فعلي، إنها تبقى تأدي دورها كأمن لهذا الوطن، لأن طبعا مشاركتها في أمور بناء السياحة وعودتها، مشاركتها في إنها تنشط الناحية الاقتصادية بإنها توزع كل بطولاتها على أرجاء المحافظات، إنها ما تستسلمش لبعض الأمور اللي بتخوف الناس وتقول لك يوم 11/11 هنوقف النشاط. احنا 11/11 لعبنا 62 مباراة في جميع محافظات مصر، لم تتوقف اي مباراة. حكام بالكامل موجودين، لعيبة موجودين، سفر لان احنا لو توقفنا يبقى بنقول للناس ان احنا فعلا عندنا مشكلة. لا، ويكفي برضو ان وجود منتخبنا الاول لكرة اليد في كأس العالم القادم مثلا على سبيل المثال. احنا ياما رحنا كأس العالم، كان انا بتكلم على كأس العالم القادم ورفع اسم مصر عليه في وسط ال 24 دولة على ما اعتقد اللي موجودين. هتبقى حدث مهم جدا لمصر يا فندم. مش عايز الكلام، هو الحقيقة بس عايز اذكر ان كرة اليد هي لعبة جماعية بقالها يمكن 20 سنة لم تغيب عن وصول لنهائيات كرة اليد، سواء في الناشئين أو في الشباب أو في الرجال، وأعتقد إن شاء الله الفترة الجاية هيبقى كمان في الشابات والناشئات، تمهيدا لوجودهم برضو في السيدات. فيعني إحنا على طول الحمد لله من اللي سبقونا متولوا أمور اتحاد كرة اليد كانوا سباقين إنهم يخططوا بحيث إن إحنا ما نغيبش عن الساحة لما لها من أهمية في التواجد وسط العالم، رفع رايات، زيادة وعي الناس بدور مصر في إفريقيا أو في العالم العربي. نعم. وصلنا إن احنا نكون في سنة من السنين رابع عالم، فبالتالي طبعا أنا أعتقد وجودنا في المحافل الدولية وتحقيق إنجازات حاجة بتدعم إن الرياضة يظل يعني اسم مصر دائما مرفوع، منتج قوي. نعم. لتدعيم زي ما حضرتك قلت الصناعه، سواء من الناحيه الاقتصاديه او الاجتماعيه او السياحيه. نعم، لكن خليني وحضرتك بتتكلم في الناشئين والشباب، يمكن مصر كانت دائما من الدول اللي دايما بتكسب مباريات او دايما بتكسب بطولات امم افريقيا في الناشئين والشباب، لكن ده اعتقد السنه اللي فاتت ما حصلش. في السنه اللي فاتت فعلا ما حصلش. ودي كانت يعني وجعه شديده في جسم الاتحاد المصري. نعم. في اسبوع واحد خسرنا مباراتين.
اعتقد هناك كان تقصير، اعتقد ان احنا عالجناه، اتغلبنا في المباراتين فرق واحد، لكن في الحالتين سواء اتغلبت واحد او خمسه انت كده مغلوب فقط وفقدت. أنا بس ماش هزيمه، الرياضه فيهاش هزيمه، فيها نعم. خساره خساره نعم. فيعني هي طبعا وعكه كانت شديده نعم، ليها اسبابها اللي تلفناها. وماذا فعل اتحاد كره اليد في هذا الموضوع؟ والله راجعنا نفسنا تاني، في فريق احتاج لاعاده تقييم النواحي الفنيه نعم، والجهاز التدريبي تم تغييره. الفريق التاني يعني اعتقد ان انا غير مؤمن بالتبريرات، لكن ظلم تحكيميا بطريقه مستفزه، وهو رابع عالم كان في وقت من الاوقات المدرب بتاعه، فبالتالي يعني اعطيناه فرصه ثانيه مع تجديد عمليات يعني ناشئين المتابعه. اوكي يعني ناشئين وشباب حضرتك في الشباب ظل الجهاز التدريبي مع التدريب. مع عمليه متابعه اكثر فنيه نعم. والجهاز الشباب الناشئين تم تغيير المدرب العام. طب لماذا هذه التفرقه فندم ما بين الناشئين؟ ما فيش تفرقه ولا حاجه، لان هو يعني الفريق الناشئين، لا يعني الاثنين خسروا يا فندم. لا 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 فريق الناشئين الحقيقه لاعب تونس وكسبها في البطوله. اوكي تونس دي دايما عشان الناس تبقى فاهمه، بس في المجموعه في دوري المجموعه كسبها فرق سبعه وجه في النهائي خسر فرق واحد من تونس برضو وطبعا كان صعب جدا. حتى الاخوان التوانسه قالوا لي يعني ده ما كناش احنا يعني مصدقين انهم يكسبوا الماتش. كان في عمليات يعني لم تكن دقيقه في عمليات قياده المباراه وعمليات اعداد النفسي للاعبين لهذه المباراه. كان في ثقه زياده بحيث ان الولاد حتى حسوا انهم كسبوا خلاص وقيل لهم ان انتم خلاص الحمد لله وصلتوا كاس العالم. احنا فمن هنا حضرتك كاس العالم احنا الثلاثه بيروحوا كاس العالم، فاحنا مش رايحين عشان ندخل كاس العالم، احنا رايحين عشان ناخد البطوله. فحضرتك من هنا اتخذت القرار ان هناك اجتمعنا في مجلس الاداره ودرسنا يعني الجوانب كلها واخذنا تقرير رئيس البعثه وخلصنا الى هذه القرارات. بالنسبه للشباب برضو درسنا المباراه النهائيه اتقطع فيها النور 3-4 مرات، الله اعلم ليه. والله ما اعلم ليه. في تونس؟ لا ما كنتش في تونس، كان في مالي. مالي ممكن يتقطع فيها. لا ما اتقطعش في المباراه الثانيه. برضو يعني كان في بعض الامور التي لم تكن يعني تستوجب تغيير الناحيه الفنيه يعني. عشان كده حضرتك ابقيت او كمجلس اداره يعني مجلس اداره رأى ان هو يبقي على الجهاز ويتابعه لمنتخب الشباب ويتابعه تحتيها 3-4 خطوط، يعني مش هتبقى في رقابه اكثر دقه في الحقيقه من المجلس. الحقيقه الـ 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 النتيجه بتاعه البطولتين لم تكن في خيال احد الحقيقه. يعني احنا لو كنا لعبنا في تونس كنا كسبنا. انا بقول لحضرتك ان انا دايما من المتابعين الجيدين من ايام الكابتن احمد بلال والكابتن عمرو الجيوشي. انت اسكندراني بقى. اسكندراني طبعا وفي الاولمبي كمان يعني كلهم خريجه النادي الاولمبي. لا الاولمبي في وقت من الاوقات ان شاء الله يرجع، انه كان قلعه من قلاع كره اليد. كان كل اللعيبه اللي تقريبا في المنتخب عمرو الجيوشي واحمد بلال وحمد النقيب وخالد حسن واسر كان بيلعب في حته يعني في سموحه اعتقد. اسر كان في سموحه وبعدين اتنقل للسبورتنج. فانا من المتابعين يعني دايما اتابع كره اليد سواء كان جيل ذهبي الحقيقه في النادي الاولمبي، ومن الناس اللي دعمت النادي الاولمبي دعم في الرياضه المصريه كلها. كل حاجه عارف 75% من النتائج بتاعت الميداليات الاولمبيه ده قلعه من النادي الاولمبي نعم. لكن في كره اليد اعتقد في وقت من الاوقات كان من الناس المؤثرين مع الاهلي والزمالك بطريقه ملحوظه ان هو يورد لاعبين عشان كده عشان كده انا بقول لحضرتك انا دايما بتابع بقى هاند بول في ناشئين شباب اي حاجه يجي ماتشات يجي اخبار لاني بقعد اقراها. تابعت البنات؟ لا البنات لسه البنات كسبنا كسبتوا في البنات؟ الحمد لله احنا عملنا طفره وبناتنا الناشئات اخذوا تاسع عالم ودي اول مره في التاريخ تاسع عالم. طب ده كويس اول مره نشترك اساسا في بطوله العالم لانهم احرزوا ده كان امتى السنه اللي فاتت؟ المركز الاول ايوه السنه دي واخذنا اولها ايوه نعم شهر 7 شهر 8 والبنات 96 اللي هم الشابات اخذوا مركز يعني ال 20 وده مش وحش كفايه انهم يشاركوا انهم يطلعوا ثالث افريقيا وده ما كانش حصل خلال الفتره اللي فاتت خالص في حياتنا في تاريخ كره اليد المصريه ما حصلش
ويمكن المشاركات وهذه النتائج الطيبة ادت الاتحاد المصري انه يفوز بافضل اتحاد كرة يد افريقي الاول. تخيل بقى لو كنا كمان خدنا الشباب والناشئين. لا دي المره الجايه وان شاء الله هنعوضها باذن الله. يعني حضرتك عندك ثقه في المجموعه اللي موجوده ان هي تقدر ان شاء الله. ان شاء الله طبعا على مستوى بطولات العالم اللي جايه ان شاء الله نأدي، واولادنا سواء صغارين او البناتنا على كل المراحل السنيه ان شاء الله قادرين على انهم يعملوا انجاز ان شاء الله. ان شاء الله مستقبل اتحاد كره اليد يا فندم حضرتك شايفه ازاي؟ يعني حضرتك راجل من الناس الخبره الكبيره جدا اللي موجوده في كره اليد دلوقتي، شايف مستقبل اتحاد كره اليد خلال الفتره اللي جايه ازاي؟ خصوصا بعد ما لازم برضو النقطه دي تتعرف ان الوزير حضرتك او كمجلس اداره، يعني بتكلم حضرتك يبقى كمجلس اداره، مجلس الاداره انتهت مدته وتم تمديد وجود مجلس الاداره لحين صدور قانون سنه بسنه اعتقد مش كده؟ ولا لا الى حين صدور قانون الرياضه دي. ده على الاتحادات الرياضيه طبعا مش على اتحاد اليد بس، لكن على كل الاتحادات. وبالتالي حضرتك شايف مستقبل كره اليد في مصر خلال الفتره القادمه في ظل عدم وجود قانون الرياضه؟ بلاش نقول والله خليني بس افصل بين حاجتين. اتفضل يا فندم. مش عايزه كلام ان الانتخابات بتبقى بتدر دم جديد وفكر جديد طبعا، واحنا محتاجين ان كل فتره يبقى فيه تغيير للافكار، لان الثبات بيعمل نوع من متبني الجمود. هذا النوع على شكل ان انت يعني هو الناس هنبقى نتكلم في النقطه دي. اتفضل فتح. فبالتالي الى ان ومش اعتقدش انه هيطول قانون الرياضه، يعني اذا اتاخر كم شهر معايا والله. الدكتوره سحر الهواري قالت لي قدامه يعني مش اقل من 5-6 شهور، يعني حتى لو 5-6 شهور او لو نقول 8 شهور. نعم. لكن في الاخر هيبقى في قانون وهيبقى في اعاده الدم الجديد يعني. لكن اللي انا بقوله ان اي حد بيتولى الشرف انه يبقى في مجلس الاداره خصوصا في كره اليد بتبقى العمليه اسهل شويه من اتحادات تانيه اجرائيا، لان احنا عندنا تاريخ سابق قديم بنرتكز عليه، ولما لما لما بنبني في ضوء دراستنا او تحليلنا لنواحي الضعف والقوه اللي كانت موجوده، وبالتالي بنصبه الى ما هو أفضل. احسن. نعم. ما بنجيش نخترع كده ونلغي وبعدين نشطب ونرجع تاني من اول السطر، لكن بنستفيد من الخبرات القديمه وبنضيف اليها بعض الافكار، وبالتالي عندنا دايما استراتيجيات بنواحي يعني لها مراحل تنفيذيه متتابعه. اوكي. الحقيقه الاتحاد الحالي اول ما قعد كان له اهداف، من هذه الاهداف ان هو يعني يصل الى العالميه بعد فتره من الوقت. صعبه جدا. نعم. وده الترجم ان احنا حصلنا على شرف تنظيم بطوله العالم 2021، وده لوحده انجاز طبعا. يعني الحقيقه اذا كنت بتكسب بطوله افريقيه فده انجاز، لكن ما بيقلش ابدا عنها انتصار مجلس اداره الاتحاد المصري لكره اليد انه ياخد بطوله من بق دوله في الظروف صعبة حضرتك حاسسها طبعا، والناس بتحاول تخوف الناس انهم يسافروا لمصر. نعم. وانت تنتزع من تونس الجميلة يعني ان انت تاخد بطولة افريقيا اللي فاتت تعملها هنا. بالمناسبة النهارده تاخد كان في بطولة مباراة. روسيا النهارده كان في مباراة هنتكلم ودية مع روسيا في روسيا، كانت بعد سقوط الطائرة الروسية في سيناء بعديها بيومين 48 ساعة، ونتيجة الملف قوي جدا بتاعنا الحمد لله انتزعنا من بولندا ان احنا، فطبعا كانت حاجة يعني قوية. بولندا من القوى العظمى في كرة اليد. وده نتاج عمل مضني في ملف قوي مصري اعداده 100%، وبالتالي فدي توري حضرتك ان هناك دايما تخطيط للمستقبل لا يقتصر على المرحلة اللي متواجد فيها المجلس او المجلس اللي موجود، يعني المجلس اللي موجود ده كله الله اعلم ان شاء الله مش هيبقى موجود، يمكن يكون موجود منه بعض الناس لكن معظمه مش هيبقى موجود في بطولة العالم الجاي. اذا احنا لما بنشتغل ما بنشتغلش للفترة الحالية، بنشتغل دايما للمستقبل. زي ما خدنا البطولة فاحنا كمان تنظيم متأسف البطولة فاحنا بنعد منتخباتنا اللي هتبقى باب السما دكتور ان شاء الله باذن الله. لا احنا بنخطط ان ناخد بطوله 2021 ان شاء الله، لان احنا عندنا هذه الامكانيات الجسمانيه وعندنا المهارات وعندنا الخبرات السابقه اللي احنا تخلينا نحقق حلم الحصول على البطوله
خصوصا انها تعمل عندنا في مصر. عندنا منتخب قوي جدا بينشأ 2000، عندنا منتخب 98 ممتاز، عندنا منتخب 96 جيد، عندنا ناس من 94 و92 ناس من الموجوده في المنتخب دلوقتي. نعم. عناصر كل دول لو قلنا هم 120 لاعب ممكن في الاخر تختزل منهم احسن 16 بعد 5 سنين بالطريقه اللي احنا ماشيين بيها باحتكاكاتنا بالمنحنى التصاعدي لنتائج المنتخبات كلها. انا اعتقد ان احنا يعني هنبقى على مستوى نفرح الشعب المصري باذن الله، ونبقى نفتخر بان اولادنا في 2021 يعملوا حاجه كبيره في داخل النهائيات في القاهره. في ظل الكلام اللي حضرتك بتقوله ده، يعني انا استغربت جدا لما بقرا، يعني طبعا قبل ما باجي حلقه مع يعني رئيس اتحاد كره اليد دكتور خالد حموده واقامه كبيره جدا في كره اليد، لازم ابقى دارس وشايف كل حاجه وقريت كل حاجه، لقيت ان حضرتك تمسكت الحقيقه بعدم الترشح لفتره ولايه اخرى. في ظل الكلام اللي حضرتك بتقوله ده، ليه حضرتك تمسكت بهذا الموضوع؟ هي يا كابتن اسامه انا عايز اقول لحضرتك حاجه. نعم. احنا كلنا مؤمنين ان التجديد الدم والشباب مهم. نعم. وقانون ال8 سنين هيساعد ان يبقى في خلق القيادات، لان انت ما بتقعد مدة طويلة زي في عصر سابق. نعم. ما بيبقاش في قيادات. انت النهاردة تيجي عايز تختار عمدة في كليات بتعمل مشكلة، او بتختار قيادات في اي مؤسسة تقعد تحتار، لان الفترة السابقة قتلت كوادر كتير. انت محتاج، ويمكن لهذا السبب قامت الثورات الأخيرة، لان يحصل نوع من الشباب لازم ياخد مكانه، الشباب لازم يشارك. وبالتالي القانون اللي اتحط لثمان سنين انا استفدت منه، فمش معقول بعد ما استفيد منه، والا لو ما كانش اتحط انا ما كنتش جيت بالرئيس. فلما انا اجي بعد في ظل قانون، في ظل قانون، وبعدين بعد ما استتب الامر وقعد على الكرسي وارتاح وقال الغيه، انا اعتقد ان انا شخصيا ماليش دعوه بغيري، مش موافق عليه ومش من فكري. وما بحترمش ال 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 يبقى ساعتها لا احترم الجمعيه العموميه. الجمعيه العموميه يقول لك احنا اجتمعنا وقررنا الثمان سنين، ازاي بقى اجمعهم تاني؟ اقول لهم الغوا الثمان سنين. يعني انا اعتقد ان جمعيتي العموميه في الاتحاد المصري لكره اليد اكبر من ان انا العب بيها، او ان انا اثر عليها، او ان انا اضحك عليها. اعتقد ان هم يعني راشدين وفاهمين وعارفين ان عندنا كفاءات كبيره. بالمناسبه خلقناها انها ممكن تاخد وما يبقاش في حد كويس، في اللي بعده احسن واحسن واحسن. بالمناسبه هو القانون الجديد او المرشح اللي هو يكون قانون الرياضه الجديد، في بند بترك الجمعيات العموميه اللي هي تختار، سواء وجود بند الثمان سنين. انا كنت اتمنى ان يحصل ان الثمان سنين تبقى اجباريه في القانون. حضرتك يعني صريح أنا جدا كنت في اتمنى هذا. نعم. انا شخصيا كنت اتمنى هذا، واتمنى كنت اتمنى ان هو يكون بند موجود. انا متاكد ان انا لو جمعت الجمعيه العموميه قلت لهم بيرموا الثمان سنين هم اول ناس مش هيوافقوا. لانه بيحترموا نفسهم وعارفين ان ده حق من حقوقهم اللي كسبوه في الفتره الاخيره ومصممين عليه. ولكن يا فندم في ظل هذا الموضوع برضو الناس تقول لك ايه؟ طب الخبرات هتكون فين؟ لا سيبك، دي حجج. حجج. دي حجج علشان نط الشباب ياخد مكانهم. لان احنا ممكن يبقوا مستشارين ببلاش، مش لازم بفلوس. يجوا يشاركوا بافكارهم، ممكن تعمل مجلس شورى، ممكن مجالس الادارات في وقت من الاوقات انها تاخد بخبراتهم، زي ما احنا لغايه دلوقتي احنا ما اهملناش اي خبره قديمه او اي مدرسه موجوده، بنستعين بافكارها وبنحطها وبندرسها وناخد بيها او ما ناخدش بيها. لكن اعتقد ان انت دي حجه ان انا اقول الناس الخبره، ما احنا عندنا ناس معانا وقدام جدا وموجودين في اللجان الفنيه. نعم. لجان فنيه، لجان تحكيميه، لجان المسابقات. لا والله يا دكتور، يعني الحقيقه ده كلام محترم جدا. يعني ده واقع. والله ده كلام انا اصلا شخصيا مع هذا الموضوع، لان انا شايف ان 8 سنين كفايه. يعني طبعا كفايه 8 سنين. انت خلي بالك، مش عايزين نضحك على بعض، انت كمان مجهودك بيقل وذهنك بيقل بعد 8 سنين، عايز تبدع. يا سيدي خد 4 سنين ارتاح وارجع تاني اذا كنت شايف ان انت ممكن. لا اصل في ظل الكلام ان حضرتك عندك 2021 مصر خلاص هتنظم كاس العالم ان شاء الله 2021 ان شاء الله. وده خلاص ده رسمي مظبوط طبعا. وبالتالي فانت كان المفروض بالعكس، ده انت كرئيس اتحاد انا عايز اعمل لغايه 2021 وعايز اعمل كاس العالم. مش لازم افضل ل 21. انت فاهم حضرتك انا قصدي ايه؟ لكن ممكن ابقى مستشار، ممكن ابقى اساعد بفكره. نعم. يعني مش ما ما ما, ما حضرتك لما يعني تجيب طفل
ما بتقولش بقى غير ان انت عايز الطفل ده يبقى احسن منك طبعا. وكل دول ولادنا ولازم يبقى احسن مننا. انا بحييك يا استاذنا على هذا الموضوع والله يا دكتور خالد، لان ده كلام محترم جدا جدا، قليل قوي لما بسمع الكلام ده على فكره. لا هتلاقي وبصراحه كده يعني انا اول مره اسمع. انا ممكن اقول لك ايه، طب خليه ينزل الجامعات العموميه وخلينا بقى نشوف الجامعات العموميه هتعمل ايه. لا انا بس وخلي بالك هو ده اللي موجود، هو ده اللي هيتحط يعني في القانون لو تم الموافقه عليه. انا اتمنى يعني وانا متاكد ان الجمعيه العموميه لكره اليد هتثبت مبدا الثمان سنين، لان هي عارفه ان احنا عندنا ناس كتير ممكن يجددوا الدوري. تمام. كاس العالم القادم و يعني امنيه اي لاعب في مصر دايما في كره القدم ان احنا بنوصل كل فتره، لكن في كره اليد الحمد لله يعني زي ما حضرتك بتقول بقى لنا 20 سنه تقريبا. احنا نامل ان كره القدم توصل موسكو ان شاء الله طبعا. في البطوله اللي جايه ان شاء الله يعني املنا كبير. انتوا هتلعبوا يوم 15، هنلعب 13 و14. ده 15 ده افريقيا. اي ما هي افريقيا مش هي دي مؤهله كاس العالم؟ لا احنا ان شاء الله ده قصه ثانيه. احنا عندنا افريقيا بتاهل الاثنين. لا احنا كاس في كره القدم يعني تصفيات كاس العالم مختلفه او لوحدها في مجموعه لوحدها، لعبنا ماتشين وفاضل لسه ان شاء الله كمان 8 شهور. اربع ماتشات كمان 8 شهور حضرتك عارف. فامل امل لكل واحد ان هو يلعب في كاس العالم حتى لو كان بيروح كل سنه او كل فتره. ايه اهم الاستعدادات اللي عاملينها كاتحاد كره قدم في ظل وجود جيل اعتقد ان هو من جيل محترم جدا جدا، سواء باداره فنيه محترمه او بمجموعه اللاعبين اللي موجودين، ايه اهم الاستعدادات خلال الفتره اللي جايه يا فندم؟ والله انا عايز اقول لحضرتك الاستعدادات بدات من 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 مده طويله، من 4 سنين. نعم. وهذه الاستعدادات دايما بتبقى مدروسه ومحطوط لها اهداف مرحليه. اصبحت اسهل من اول سنه. اسهل من اول سنه. نعم. ليه بقى؟ لان اول سنه وحضرتك شايف ظروف البلد الاقتصاديه والاجتماعيه كانت بتبقى محتاج تسافر تلعب ماتشات. نعم. فكنت بتطلب من الناس انك تروح لهم او تيجي. مش هقطعك دكتور، دي لقطات من بطوله كاس افريقيا الاخيره اللي كانت هنا مقامه في استاد القاهره الحقيقه، وكانت المباراه النهائيه مثل ومثال مثل ومثال لوجود الجمهور الحقيقه. واعتقد ان الوزير خالد عبد العزيز لما فكر بعد كده في موضوع عوده الجمهور كان بدايته من هذه المباراه. اتفضل يا فندم. فبقول لحضرتك كنا بنطلب ان احنا نلعب مباريات في الخارج او يجولنا، ما كانوش بيحبوا يجولنا. نعم. مش علشان حاجه اكتر من ان مستوانا لا يرقى ان احنا نلعبهم، مش هيستفيد حاجه انه يلعبني. فلما حصل نوع في التطور النهارده احنا بنطلب نسافر نشترك في بطولات نحتك وما بنصرفش غير مصاريف السفر. نعم. وبالتالي احتكاكنا مع الدول العالم ابتدى يبقى اكتر واكثر فاعليه وتكرارا. يعني احنا الحقيقه ما كانش عندنا مشكله خالص، اول بطوله عالم ما لقيناش حد يجيبنا نلعب. نعم. النهارده احنا عندنا بقى لاتفيا هنلعب فيها روسيا وبيلاروسيا ولاتفيا، هنسافر معزومين، هنسافر الدنمارك معزومين عشان نلاعب ايسلندا والدنمارك والمجر. مدارس قويه، مدارس فاعله، وبالتالي بتنمي الخطط عندك، بتجرب علشان النهارده كنا في تونس. انا عارف النهارده كنا في تونس الساعه 6 لعبناهم كسبنا فرق كسبنا فرق خمسة. يعني مش مهم النتائج خصوصا في هذه المباراه. يعني هي طبعا تونس ند، وان انت تكسبها على ملعبها دي حاجه جميله وما نقللش من اهميتها، لكن الغرض الاساسي من الاحتكاك تطوير. هو ان هم ندرب ولادنا وندرب خططنا وهم كمان، لان الحقيقه احنا كمان برضو من الحاجات المهمه قوي ان احنا يهمنا ان نبقى على علاقه طيبه بكل الدول العربيه. ان انت لما تروح يحصل احتكاك وبعد تونس يقول لك الحكام كسبوكوا ويحصل مناوشات على الفيسبوك، فانت على طول بتلحق وتروح لهم علشان تغسل هذه الشوائب علشان ما نعملش مشكلتكم في مباراه الجزائر. تحصل المشاكل تاني بس تبقى في الهاند بول. لا ان شاء الله مش هتحصل. احنا واخدين بالنا ودي عمليه، فبالتالي كان مهم قوي ان احنا نلعب معاهم عشان نقوي الروابط ونمرنهم ونمرن نفسنا في مباراتين النهارده ويوم 15. فزي ما حضرتك شايف ان احنا بنلاقي فرص سهله ان احنا نحضر نفسنا لمعسكرات داخليه بقت قويه ومفيش معسكرات خارجيه خالص. عندنا مباريات بس. والحمد لله ان شاء الله. عندكم سفريات كتير كده يا دكتور؟ يعني ما احنا سافرنا تونس
وباذن الله يوم 27 28 و30 هنلعب في لاتفيا، ويوم 5 و6 و8 هنلعب يناير هنلعب في الدنمارك، وبعدين يوم 12 نوصل لباريس ان شاء الله عشان بطوله العالم. انا اقصد ان السفريات الكتير دي بتبقى عامله، يمكن ما اعرفش عندنا بقى في اتحاد كره القدم بتلاقي دايما ايه في مشكله، مين اللي هيطلع رئيس بعثه، مين اللي هيسافر، انتوا ماشيينها ازاي الامور؟ احنا ما عندناش رؤساء بعثات خالص الا في خالص؟ لا عندناش، عندنا الرئيس بعثه في الحاجات الافريقيه او الحاجات الرسميه الرسميه فقط، لكن اللي راح تونس ما عندناش رئيس بعثه. حاجة بيسافر من اتحاد الكوره؟ لا لا من اتحاد لا 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 ما عندناش الكلام ده خالص والله. لا 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 احنا متفقين كده من اول يوم كمجلس اداره، ما عندناش الكلام ده خالص 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 يعني. احنا عندنا المدرب العام والمدرب المساعد الاداري، مدرب ممكن حراس المرمى، عندنا بتاع التاهيل وفقط، و16 لاعب البعثه بتطلع كده، لكن ما عندناش رؤساء. ما عندكوش رؤساء بعثات؟ انا عايز اقول حاجه ثانيه وهتستغربوها برضو، عشان كده بقول لك احنا اتحاد تربوي في المقام الاول. نعم. ما فيش ولا لعيب ياخد بوكيت ماني في المباريات الوديه دي، احنا بناخد البوكيت ماني للاعبين وهم عارفين في البطولات الرسميه الرسميه فقط الرسميه، لان هم حاسين بحاله البلد، هم حاسين بمشكله الكلام ده مش اليومين دول، الكلام ده من 4 سنين. نعم. فبالتالي قرار من الاتحاد يعني حضرتك؟ ده قرار من مجلس الاداره باقناع للاعبين. نعم. يعني مفيش فرمان نصدر لهم، احنا بنفهمهم. نعم. لازم يحصل الكلام، لان انت ممكن جاي يقول لك طب انا مش هلعب. فعشان كده بقول لحضرتك احنا دورنا مش دور تقسيمه كره يد، احنا دورنا اكبر من كده بكتير زي كل اتحادات مصر ان شاء الله. طيب برضو فرنسا، انا مهم جدا ان انا اعرف، هل حضرتك متوقع مركز جيد في فرنسا؟ اتمنى متوقع كاس العالم طبعا. اتمنى اتمنى. نعم. اتمنى طبعا، يعني نفسي ان احنا نوصل لدور الثمانية. ما اخبيش عليك وما اضحكش على نفسي ان المباراة قوية في جميع المجاميع، عشان ما اقولش انا مجموعتي بس، كل المجاميع قوية. انا عندي ماتش يوم 13 ضد قطر تاني العالم، وتاني يوم مع الدنمارك احسن فريق في اوروبا النهارده، بطل الاولمبياد ذهبيه الاولمبياد الاخير، وبعدين يوم راحه، وبعد كده على قطر. الامم المتحده يعني تقصد مش قطر؟ فندم قطر دي الامم المتحده مش قطر. وفقا للقوانين المنظمه هي العالم. فريق منتخب قطر. جنسه كم واحد المره دي حضرتك تعرف؟ لا انا الحقيقه مش متابع، انا مركز مع فرقتنا وان شاء الله هنعمل شكل كويس باذن الله. وبعدين هنلعب البحرين الارجنتين، واخر ماتش ان شاء الله مع السويد، فيعني هي مجموعه قويه ناريه. البحرين الارجنتين يعني ها كل الناس بتقول زي حضرتك كده، بس انا اسمح لي اقول لحضرتك احنا الارجنتين والبحرين ما هماش لهم سائغه، هم في قوتنا واحنا لعبنا مع البحرين كذا ماتش عندهم وعندنا. نعم. الند قوي اقوياء جدا، مدرسه عندهم، كليات تربيه رياضيه عندهم، علم تدريب اقوياء جدا، من الناس الممتازين. اعتقد كسبوا قطر. ما عندهمش مجانسين البحرين؟ لا لا ما عندهمش. لا لا. أوكي. وبعدين الارجنتين اخذت بطوله امريكا الجنوبيه. نعم. فريق قوي جدا، لعبناهم مباراتين. عايز اقول لحضرتك ان احنا برضو بنبقى حريصين ان احنا نلعب مع جميع المدارس. نعم. عشان ما نفاجئش بيهم بعد كده نقول قرعه الارجنتين شكلها ايه ما نعرفش. فاحنا قبل الاولمبياد رحنا لعبنا مباراتين ضد الارجنتين هناك، وجبنا هنا البرازيل، ورحنا البحرين وجيت لنا البحرين. فيعني احنا على مدار ال4 سنين اللي فاتت عندنا فكره ازاي نلعب جميع المدارس. ولكن حضرتك واثق من الاستعدادات اللي موجوده؟ لا يعني لازم نعترف ان احنا في ال4 سنين اللي فاتت عملنا كل ما هو واجب لاولادنا انهم ياخدوا الخبره، انهم ينجزوا في البطولات اللي جايه ان شاء الله. عشان كده بقول لحضرتك احنا بنجهز ل2021. 2021 ده الهدف. منتخب يكون قادر لازم على لازم يبقى في منتخب، ما ينفعش تستضيف بطوله وتطلع من التصفيات. نعم. يبقى خلاص، يبقى البطولة يعني فشلت. جماهيريا على الأقل فشلت. مظبوط مظبوط. وتبقى أنت بتلعب، يبقى الغرب بيلعبوا على ملعبك وأنت بتتفرج. وبالتالي البطولة اللي إحنا نظمناها اللي هي 99 دي كنا
وصلنا فيها رابع عالم، هي دي اللي لا ما كانتش على ملعبنا، اعتقد كنا الثامن او حاجه، لكن لا ما وصلناش ان احنا وطلعنا من من اتغلبنا من روسيا على ما اعتقد. تمام. طيب راي حضرتك ايه في موضوع يعني الحساسيه الزياده في مواجهه مصر مع منتخب قطر مثلا؟ احنا ما عندناش حساسيه. نعم. يعني هو الحساسيه بتبقى على المجال الشعبي، لكن في المجال الرياضي ما عندناش. لازم نعترف بتلعب لعيبه وخلاص. انا بلعب فريق رياضي ماليش دعوه بالامور طبعا اللي انا ما بقبلهاش، يعني لو انا اتكلمت عن النواحي السياسيه كشخص يعني طبعا بعيدا عن رئاسه الاتحاد انا طبعا هبقى موقفي مخالف تمام. نعم. لكن رئيس اتحاد مع رئيس اتحاد، لاعبين مع لاعبين، مباراه مع مباراه، تدريب مع تدريب، بيجولنا بنروح لهم. نعم. بيستقبلونا، دي امور بعيده تماما عن النواحي الاخرى. هو فريق قوي، مش عايز الكلام، قوي جدا كمان، مدرب عالمي، لعيبه عالميين، عملوا نتيجه عالميه، عندهم امكانيات فذه، لكن ان شاء الله نكسبهم. والحقيقه انا برضو اتذكر في السنه اللي فاتت اعتقد او بطوله العالم الاخيره يعني كانت في قطر، كانت مقامه في قطر، وكانت هناك مطالبات كثيره جدا جدا بعدم ذهاب منتخبنا الوطني الحقيقه، ولكن في النهايه الرياضه انتصرت على الكلام او الشكل اللي كان في ذلك الوقت. وانا كنت الحقيقه من يعني كنت مستغرب جدا من الكلام اللي بيتقال يا دكتور خالد في ذلك الوقت على ان لا ما ينفعش تسفروا منتخب مصر لكذا، واحنا ما لناش علاقه بهذا الموضوع، احنا لنا علاقه بان احنا في ملعب 6-6 او 7-7 بيلعبوا ضد بعض وخلاص، ومين اللي يكسب في النهايه. كابتن سام، شوف حضرتك كلامك كرياضي. نعم. ولاعب سابق وموجود في الميدان، بتحس احساس غير اللي بيحسه عامه طبعا. الشعب اللي لهم حق طبعا ليهم حق يعني يقال ان بس ده دورك بقى تفجيرات ودور الناس اللي احنا نعم. تفجيرات سببها هم فلوس، حرب اقتصاديه وسحب دولارات وتشجيع فئه ضاله انها تمص فلوسنا من بره، كل الامور دي تخلي الواحد يقول لك مش عايزين نروح لهم. نعم. لكن لما تبص من الناحيه الثانيه، طب انت ما تروح لهم وتخلي الجماهير المصريه كلها تبقى سعيده وتكسب هناك وتعمل ده، ما ده بتحقق حاجات اسمى واكبر واقوى. نعم. وبالتالي الراي الرياضي، لكن مع القياده السياسيه الواعيه وافقت ان احنا نروح، لان احنا لو قلنا نروح والقيادات السياسيه ارتأت ان ما تروحش مش هنروح. نعم. فالقرار كان كمان يعني ساهم فيه الساسه الكبار اتخاذ هذا القرار اللي احنا لا فندم حاربنا عشان. ولو ما رحناش كان هيتم توقيع عقوبات كبيره. مش عايز الكلام، مش عايز الاتحاد الدولي. مش عايز الكلام. وحضرتك بتخسر 15 20 سنه ورا بقى. مظبوط. انت عمالك 20 سنه عمال تصرف وتدعم وتروح بطوله عالم، صرف صرف صرف. واخد بالك؟ وبعدين لما تقاطع هتقف سنتين ثلاثه ما بتلعبش تاني، خلاص ولا حد هيتمرن، يبقى انت كل اللي صرفته ده راح على هباء، ترجع من الصفر. نعم. واخد بال حضرتك؟ فالرياضه ما فيهاش اكتر من ان انت تموت في الملعب عشان ترفع عالمك. برضو في نوع من الكونتراديكشن، يعني التضاد، يعني بتنزل تلعب بس بتدافع عن عالم بلادك وهاكل اللي بلعبه في اطار اخلاق الرياضي. طبعا. بس خلي بال حضرتك يا فندم، اصل ان انت وانت واقف كده وبتسمع كفريق رياضي يعني او كمنتخب طبعًا. وبتسمع السلام الوطني لبلدك، اعتقد ده اللي حس الاحساس ده غير اللي ما حسهوش. مش عايز كلام، مش عايز كلام. وتصور بقى انت وانت في وسط بطوله عالم، سواء كانت في قطر او في باريس اللي جايه، واحنا سعداء جدا ان احنا القرعه جابتنا في باريس، في مجموعه باريس. الحمد لله. هيبقى في كميه مصريين كتير جدا. كتير. مظبوط. يعني احنا على اتصال بالسفاره وعلى المركز الاعلامي، في ناس وعايزين فانيلات وعايزين، ودي عمليه هنوفرها بحيث ان انت وانت بتلعب تحس ان الناس بتغني بلادي بلادي او بتغني بحبك يا مصر. في دي عمليه خطيره، مش عايز الكلام. خلال الفترة اللي فاتت الحقيقة الوزير خالد عبد العزيز أصدر بعض القرارات بالتقشف في السفريات وكذا وكذا وكذا، هل ده فرق مع منتخب اليد ولا حضرتك شايف لا إن احنا يعني كنا بنتعزم مثلا في زي ما حضرتك بتقول هنا وهنا وهنا، فكان ده خير وإعداد لمنتخبنا الوطني؟ الحقيقة احنا ما يعني ما تخضناش عشان نبقى واقعيين، لأن بقول لحضرتك احنا من 4 سنين لينا سياسة، لينا بعد، لينا فكر وطني. نعم. شايفين ان البلد الدولار عشان يتوفر حتى كان باياميها بسعر اللي كان الاول، عمليه كانت صعبه. نعم. حاسين ان الاولويه لحاجات قبل بوكيت ماني.
احنا كنا مؤمنين او جزء كبير او معظم مجلس الاداره في الوقت ده كان مقتنع المدرب وطني ما يجيش مدرب اجنبي، وكنا بنقول ان 15000 يورو يطلعوا من الوعاء الاقتصادي المصري عشان يتحولوا للمدرب في بلده. نعم ده حرام لان الفرق مش كبير. بالمناسبه الناس بتقول ان النهارده القرار هو القرار اللي احنا عملناه من 4 سنين ان مفيش تعاقد اللي جالنا، فبالتالي احنا ما قصرش فينا، ما عندناش مدرب اجنبي نمشيه ولا مدرب اجنبي ندفع له بالمصري وفقا للقرار، احنا عندنا كل لا. والحقيقه المدير الفني كابتن مروان ماشي بشكل جيد جدا الحمد لله، لكن انا بقصد برضو ان احنا لم نفاجئ بهذا القرار لان احنا كمجلس اداره عملناه من الاول. الحاجه الثانيه ان احنا عندنا مسابقاتنا لما ابتدينا كثفناها بطريقه يمكن لازم نعيد التفكير فيها، كانت بقت كتير قوي لان احنا مش قادرين نسافر. نعم. فلازم نعمل مباريات هنا. الكم والكيف كان يبقى لازم عالي نتيجه نرفع المستوى داخليا، وبالتالي منع السفر للناشئين والشباب هيأثر لكن مش بالدرجه اللي نقول احنا خسرنا علشان ما سافرناش، انا بقولها اهو بصوت عالي. لكن مع الدرجه الاولى لا، لازم ان احنا نسافر لان ممكن تلاقي 7-8 فرق اقوياء جدا في الشباب والناشئين، لكن في المحترفين لا، مش هنضحك على بعض، التقارب ومستوى عالي عشان تلعب هيبقى في 4 أو 6 مباريات هم 6 فرق هم الاقوياء، فبالتالي لا بديل عن الاحتكاك مع فرق عالميه للكبار، وده القرار اللي جه، وبالتالي احنا ما عندناش اي مشكله، مدربينا وطنيين، لاعبينا بياخدوا البوكيت ماني بتاعهم في المباريات الرسميه فقط، عاملين كل حاجه طلعت، وبالتالي احنا ما عندناش كل الناس مسافره يعني يا دكتور، لان انا يعني طبعا قبل ما باجي اي حلقه بيبقى لازم عندي اعرف كل الاخبار والدنيا، كل الناس مسافره، الجهاز الفني بالكامل مسافر، اللعيبه كلها مسافره، تونس ومسافرين لاتفيا وبعد كده مسافرين باريس، مظبوط؟ تمام. ما عندكش اي حد هتقعده عشان مش مسافر؟ يمكن الاحمال بس، مدرب الاحمال بس اللي مش مسافر. اشمعنى مدرب الاحمال؟ ده مهم جدا. والله يعني اذا قدرنا نجيب تخصيص لان هو يسافر في باريس خصوصا هنحاول، لكن يعني هو كان بيقعد دايما الفترات اللي فاتت وبعدين لا في السفريات الطويله لازم بيصاحبهم، لكن الفترات القصيره لا، عشان كده بقول لك في باريس ان شاء الله هتبقى فتره طويله، اتمنى انه يرافق الفرقه، هو الوحيد اللي مدرب الاحمال ده مش عايز اتكلم مهم جدا، مهمه جدا وده تميزنا بيه وواقفين على رجلينا بفضل الاحمال والتعاون مع الجهاز الفني المخططي يعني ومع التأهيل ومع احنا وحده ومع المهندسين، المهندس اللي هو بيحلل بس حضرتك ادرى مني ان دايما مدرب الاحمال نتمنى الحقيقه مفيش حاجه ما قلنا بس برضه في مغالاه قوي في فرنسا، مغالاه قوي في قيمه الفرد الاكسترا اللي بيروح 350 يورو في اليوم. لا الوزير ما اعتقدش ان الوزير إن شاء الله. يعني عندنا لا ما هو الحقيقه الراجل ما اعتقدش، بس احنا بنبقى ساعات بيبقى بنختشي شويه زياده. لا بس اصل مدرب الاحمال ده حاجه انا ما اعرفش، يعني في حد تاني طيب يا فندم؟ يعني لا ممكن لا حد لا تقول لي مثلا لا لا عامل لا لا والله بس لا لا ممكن برضه ده مهم جدا خلي بال حضرتك. يعني احنا مش مدلعين زيكم في كره القدم كده. لا يا فندم ده مش دلع، دي حقيقه، ده لازم يحصل كده. يعني حضرتك مثلا هل ما عندكش عامل مثلا مسافر في لا 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 عامل ايه؟ امال ايه يا كابتن؟ يعني رئيس الاتحاد مش مسافر. ليه؟ يبقى كده لان في رئيس بعثه وبس. رئيس البعثه اعضاء مجلس الاداره مش هيسافروا. فدي حاجات عشان كده يعني لكن انتوا عندكم يمكن انتوا عشان بتصرفوا على نفسكم. بالظبط. عندكم تمويل، احنا لو عندنا تمويلنا وتسويقنا مش كل حاجه بنجري على الدوله. يعني حضرتك انت مثلا بنقف جنبها شويه. يعني مثلا مباريات منتخب مصر اللي قبل كاس الامم الافريقيه هي اللي هتجيب الفلوس اللي للراعي، يعني هي اللي هتجيب الفلوس للراعي اللي هو اوريدي صارف على المنتخب. مش عايز كلام. وبالتالي عايز طبعا الفرق كبير قوي بين كره القدم. نعم. لازم نقول ان الفرق. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، انا بحترم كره القدم جدا ولازم اعرف ان كره القدم هي سيده الالعاب، لكن انا مش عايز ان يبقى الرياضه هي كره القدم. نعم. ان المفهوم ده عندنا الرياضه بخير لما الكره تبقى بخير، لا الكلام ده حتى لو واقعي لان التسويق والدنيا بتفتح كده ويبقى في فلوس فاحنا ناخد شويه فتات او الالعاب التانية تاخد شويه فتات، فيهمنا ان كره القدم، لكن ما يتقالش ان كره القدم هي الرياضه. نعم. دي مشكله. فكره القدم الفلوس فيها كتير
نتيجة التسويق، نتيجة عدد الحضور الألوف اللي بتحضر في الاستادات كلها. احنا طبعا كم واحد يجي يتفرج على ماتش كرة يد؟ لازم يبقى بطولة افريقيا عشان يجي 20,000. ده النهائي ده صراحة، لكن اهلي وزمالك كم معاه؟ هيجي 5,000 3,000 4,000. واخد بال حضرتك؟ الكاباسيتي بتاعت الاستاد مش هتاخد اكتر من كده في مباراة على ارض النادي الاهلي او على ارض نادي الزمالك. مظبوط. واخد بال حضرتك؟ وبالتالي الممول هيكسب ايه؟ هيكسب واحد على 100 من اللي هيكسبه مباراة كرة القدم. فبالتالي شفت مباراة منتخب مصر مع غانا؟ طبعا. يعني حاجة تغيظ. لا يعني جاب لك يعني في ناس كتيره فعلا زي ما حضرتك بتقول في المجال الكروي نفسهم اتغاظوا من اللي بيحصل. اربع خمس ايام قبل المباراه جايبين اللعيبه بيعملوا ايه وبيروحوا فين، يعني كان فاضل يعني احنا الحمد لله مبسوطين لان احنا في بطوله افريقيا انتوا قلدتونا، بمعنى الاخراج بتاع الماتش والتصوير احنا كنا عاملينه. انا بصراحه والعدد الجمهور والحاجات الجميله اللي عمل عندنا بقت عندكم. انا تعرف ان انا رحت المباراه النهائيه في اللي كانت هنا في استاد القاهره. ايوه استمتعت جدا، خدت اولادي الاثنين ورحت اتفرجت على المباراه الاثنين الكبار يعني. خدتهم معايا ورحنا اتفرجنا وقعدنا وكنا مبسوطين جدا جدا. وسالوني كانت حاله، وسالوني مين ده، كانت حاله رياضيه جميله جميله، كان حلم بنعيشه كلنا. وكانت مبعث سعاده زي ما مباراه غانا كانت مبعث سعاده كبيره. بالظبط. يعني الرياضه سواء كانت كوره او يد او طايره او سباحه او اي مصارعه هي الحاجه اللي ترجع البسمه والسعاده والامل للناس في الكافيتريات اللي بتجري والناس في الراديوهات بتفتحها. مش عايزه كلام ان احنا محتاجين ان احنا نسعد هذا الشعب ونسعد ولادنا ونديهم امل. الانتماء هيجي عن طريق الرياضه. نعم. انا قريت لحضرتك بعض التصريحات ان بتقول ان يعني يجب التجديد يجب تجديد الدماء بعد كاس العالم القادمه. هل تجديد الدماء ده كنت تقصد مجلس الاداره ولا تقصد جهاز فني؟ لا لا انا ما قلتش كده خالص. انا الحقيقه لا املك ان اتكلم فيما لا يعنيني بعد ما اخلص. بعد ما تخلص طبعا. احنا لما احنا جينا احنا جددنا الدم للمنتخب كله. المنتخب الحالي متوسط سنه صغير. اعتقد ان دول خامة عظيمة يتغير منهم 3 4 يطلع عليهم بدلهم 3 4 لان متوسط السن صغير. نعم. في ناس لسه تستمر كمان سنتين، في ناس تستمر 4 ويضاف اليهم ناس. ما دي ان انت تشيل شويه شويه شويه. نعم. ما تشيلش فجأة كله استراتيجية. نعم. فاحنا لما شلنا في الاول فجأة لان كان انت تالت افريقيا بكل اللي موجودين بعظمتهم. طب ما تجيب فريق تاني وتطلع وياخد تالت. وتاخد تالت. بالظبط. هي وبالتالي اللي عملها. لكن دلوقتي عندك عدد كبير من الولاد الصغيرين متوسط سن مقبول بحيث ان اللي هيبطل كمان سنه او اتنين عدد قليل ويستمر المسير. فبالتالي لا انا ما اعتقدش ان احنا نجدد بالمفهوم، لكن ندعم. أيوة. بناس افضل، بناس بروميسنج. مش عايز الكلام بس. انما الجهاز الفني بقى ده برضه يتوقف على نتيجته في كرة العالم الجايه. برافو عليك. والمجلس اللي بعديه يجي عايز يكمل يغير. مش يعني ده شهر واحد القادم لو بعد كده ما عندكش حاجه. ما عندكش حاجه خالص. عندك فتره راحه شويه. عندك بطوله افريقيا للرجال يعني في الجابون لسه قدامها فتره. لسه قدامها فتره. فحضرتك متوقع ان لو صدر قانون الرياضه فخلاص. لا لازم بقى يطلع فوق وكده كده خلصنا بقى شويه. وكده كده حضرتك لن تتقدم بيه. لا 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 وفقا للائحه. اللائحه مش قراري انا. مش هتعطف على الناس اقول كده. اللائحه بتمنعني. وانا بحترم اللائحه. لكن لو اللائحه دي اتغيرت ما هو ممكن ينزل جماعه عموميه. لو اتغيرت يبقى ايه اللي هيغيرها؟ مش جماعه عموميه. وانا بقول لحضرتك جماعه عموميه ان شاء الله مش هتغير حاجه. هو لغايه دلوقتي ما اعرفش انا القانون يعني كانت زي ما بقول لحضرتك كده. كان معايا الدكتوره سحر الهواري وكان بيتكلم معايا الدكتور او الكابتن الاستاذ فرج عامر. المهندس فرج عامر رئيس اتحاد رئيس نادي سموحه ورئيس لجنه الشباب والرياضه في مجلس النواب. وكنت بتكلم معاه وقال لي ان القانون هيبقى يعني اتعبوا فيه جدا او شكل القانون ده تعبوا فيه جدا. يعني نقول هيطلع خمس شهور ست شهور ثلاث شهور ثمان شهور وفي الاخر هيطلع. يعني نتمنى ان هو يكون بالكلام اللي حضرتك بتقوله ده ان هو كمان 5 6 7 8 9 10 شهور. يعني نتمنى ان شاء الله نتمنى اللي ده يحصل برضو. هل والسؤال ده مهم جدا وهفضل اكرره مع حضرتك، مطمن للمباريات القادمه في كاس العالم لمنتخبنا القومي ولا لا؟ ده على حسب كلمه تعريف مطمن. يعني مطمن يعني انت راجل لعيب كبير. انت
بتطمن لحالتك لكن بتطمن للنتيجه؟ لا النتيجه لا طبعا. احنا انت بتعمل اللي عليك، بتمرن كويس، مبسوط باللي بيحصل، بتستعد يعني. كويس بتبني نفسيه كويسه مقاتله، بتتوكل على الله، والباقي بقى ان شاء الله ان شاء الله يكون من حظنا التوفيق. احنا مش هنكون الا فريق كما يجب ان يكون في مباراه قطر ومباراه الدنمارك وفي كل المباريات الخمسه علشان نحاول نوصل لمركز كويس جوه المجموعه، مش نبقى بس قدام من ضمن الاربعه علشان نتلافى ان احنا نلعب ضد مثلا المانيا. اخيرا يا دكتور خالد، يعني في هذا اللقاء الجميل الحقيقه عايزك برضو تقول كلمه للناس، لان احنا عندنا في ناس كتيره ما تعرفش ان احنا عندنا كاس العالم يوم 12 القادم، هيبدا يعني يوم 12 القادم اولى مباريات مصر ان شاء الله امام الدنمارك زي ما حضرتك قلت، هتبقى يوم 13 ان شاء الله. لا امام قطر. امام قطر يوم 13 يعني 14 الدنمارك الساعه 5 الا ربع، احنا الماتش الاولاني الساعه 1. وبعدين يوم راحه، وبعدين ماتش الارجنتين يوم راحه، وماتش البحرين وبعدين يوم راحه، وفي الاخر نلعب السويد. برضه ده صعب قوي يا فندم، برضه يعني الموضوع ده صعب قوي، كل يوم ويوم والضرب والخناقات اللي بتحصل دي والزق وبتاع، فاعتقد ان الامور عشان يعني كده انا بقول لحضرتك ان احنا وصلنا من المستوى الاحمال البدنيه اللي يخلينا مطمنين ان احنا واقفين على رجلينا لغايه اخر وده يمكن الناس كلها حتى المعارضين يقدروا يجزموا ان شكل الاحمال البدنيه والفورمه الرياضيه للاعب عشان كده انا استغربت اتغير، بتقول لي ان اتغير. الاحمال التدريبيه ما بيسافرش. لا ما هو بيعمل اللي عليه في كل حته، ما مش لازم يعني لو ما سافرش مش هنقع، يعني ما ينفعش تسافر من غير مدرب، لكن يستحسن انه يسافر. لكن احنا دايما في الحاجات السفرات الخارجيه دايما يقول لك ايه المدير الفني بيسيبك، يقول لك يعني لو جاي من سفر طويل، لو جاي من بتاع الحاجة، يقول لك روح بقى ايه لمدرب الاحمال هو اللي يشتغل معاك. فعشان كده انا حتى استغربت جدا لما حضرتك بتقول لي ان مدرب الاحمال مش مسائي. يعني احنا ما عندناش بقى يروح، احنا عندنا بنشترك كلهم الخمسه في التدريبه الواحده، ما فيش حد قاعد وده يمرن وده، لا الخمسه بيشتركوا في التدريبه، كل واحد له صبح وظهر وبالليل اذا كان في ثلاث مرات في اليوم او مرتين في اليوم، اذا كان في حتى في الجيمنازيوم او اذا كان في الملعب بيروحوا مع بعض. لازم طبعا لانهم شغلهم هي منظومه متداخل. قويه ويعني متداخل. نتمنى ان شاء الله احنا نشوف في باريس او في كاس العالم القادمه. اتمنى ان الناس اخيرا حضرتك تقول كلمه للناس، يعني ان احنا عندنا كاس العالم ان شاء الله، ان شاء الله احنا هنكون معاكم دائما هنا في ملعب الشاطر. انا اتمنى اقول للجميع اتمنوا لنا الخير واحنا هنحاول نعمل على اسعادكم، بتمنى ان احنا نلاقي دعمكم وتشجيعكم، بس بلاش السقف الطموح يوصل للمستحيل. نعم. لان بيبقى عبء نفسي شديد على اللاعب والمدير او الاتحاد على ان مثلا نروح زي البطوله اللي فاتت في قطر ارجعوا بالكاس يا اما تبقوا فشلة. دي بطوله عالم، نتمنى ان احنا نحقق نتيجه عاليه لكن مش ان احنا نجيب بطوله العالم. ان شاء الله هنعمل اقصى، انا متاكد ان اولادي عندهم من الانتماء انهم يحققوا سعادة لكم، وإن شاء الله يكونوا جيل متميز جديد زي جيل الذهبي اللي هو هدفنا إن احنا نبقى إن شاء الله ولادنا نوصل زي. إن شاء الله. شكرك يا دكتور خالد، ويعني أتمنى لك يا رب كل التوفيق خلال الفترة القادمة لأنها فترة صعبة جدا، لكن أنا عارف إن حضرتك قدها وقدود كمجلس إدارة طبعا وكرئيس اتحاد. دكتور خالد حموده بشكرك على تواجدك معانا، وكان شرف لينا ان حضرتك تكون موجود معانا. شرف لي انا اكون مع حضرتك والساده المشاهدين، وارجو ان انا اكون خفيف عليهم. شكرا جزيلا دكتور خالد حموده رئيس اتحاد كره اليد. والحقيقه زي ما قلت لحضراتكم احنا عندنا كاس العالم ان شاء الله في يوم 12 يناير القادم، كاس العالم لكره اليد اللي هيقام في فرنسا، وان شاء الله هتشاهدوا تغطيات كبيره جدا هنا عندنا هنا من ملعب الشاطر، لان زي ما شفنا وزي ما قلنا دايما ان كرة اليد هي اللعبة الشعبية الثانية الموجودة في مصر او في معظم دول العالم. نتمنى يا رب كل التوفيق لمنتخبنا الوطني بقيادة مديره الفني الحقيقة كابتن مروان رجب، واحد من ابناء كرة اليد، واحد من الجيل الذهبي اللي الدكتور خالد كان بيتكلم عنه.
عموما في نهاية هذه الحلقة طبعا للمرة المليون بنقدم تعازينا الكبيرة جدا لأهالي شهدائنا في كنيسة البطرسية، ونتمنى يا رب أن يتغمد أهلهم بالصبر والسلوان، إن شاء الله المصابين يطلعوا بالسلامة ويرجعوا لأهليهم مرة أخرى. في نهاية هذه الحلقة بشكر نقدنا الرياضي الأستاذ ياسر عبد العزيز المشرف العام على البرنامج، فريق الإعداد محمد الخميسي ومحمود الشيخ، مدير إنتاج خالد عزام وفريق الإخراج ومنفذ إنتاج أحمد الباشا، وفريق الإخراج شريف محمد وأحمد سليمان، ومخرجنا الكبير وليد سليمان. أشكركم أعزائي المشاهدين، وإن شاء الله نلتقي يوم السبت القادم وحلقة جديدة من ملعب الشاطر. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.